جاءوا إلى صموئيل وقالوا له: هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا. مرحبا تلك اللحظة. ياه، 3 سنين شقة، 3 سنين تعب وضياع. بسرعة يا ابني لو سمحت، بسرعة. ياه، يلا شاب عادي متفائل بيحب الدنيا بيحب الناس، لحد ما جه وقت صدقوني ما فاكر من امتى، يعلم ربنا ما فاكر من امتى، بس هو وقت طويل. الوقت اللي دخلت فيه الثانويه العامه. ايوه انا فاكر يوم ايوه انا فاكر يوم امي جت وصحتني. طب تفسرني؟ سوري. يلا تاني، يلا معايا، ابص مع الرفعه دي، يلا مع الرفعه، يلا. انا فاكر يوم امي جت وصحتني وقالت لي: قوم يا ولد، الساعه 12 ونص وانت عندك نبيل بكير الساعه 1. قلت لها ليه؟ ما قدرش يما، اشمعنى انا؟ ابويا شافني قال لي لا. او ماي جاد، مش هينفع بابا. سوري. يلا معايا 3 2 1. ابويا شافني قال لي لا، مش عشان انا يا ولد، انا معايا فلوس كتير قوي، وتقول عارف يا ابوي انت مدير بنك ومعاك، بس مش عشان انا يا ولد، انا معايا فلوس ادخلك السي سي اي الاف ام ار الام يو ار، بس مش عشان انا يا ولد، عشان خالك ومراتي ابن خالك، واوعى تنسى عمك اللي في الامارات، وعمتك اللي مهاجر، ولا عمك اللي هربان في النمسا، واخيرا بعد الصبر والفلوس والدعم اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. ايه يا بتنجح؟ يا سيدي برضه بس ما حدش عارف. انت بتهزر يا مرتي؟ ما ينفعش كده يا عم عادي. خد تعالى. شوف يا عم كرولوس، سلام يا عم كرولوس، سلام يا جدع، سلام يا اخويا يا عم، سلام يا بابا، سلام يا اخويا يا عم. لا استنى اقلع لك المايك، ايه هتديتني يعني بتقلع لي المايك؟ مش عارف انا اقلع لك المايك، مزيطني يعني. اتفضل يا باشا. ايه بقى؟ مزيطني؟ لا استنى ثانية واحدة براحتك، انا مستنيك. مزيطني؟ مزيطني يا ابني، مزيطني. خليت ابويا يسقف لك. المصلحة يعني، عزيزك بلادي. مصلحة؟ انت قلدت يالا، انت قلدت يالا. بس يا امينة خلاص، بص مين بص ازاي يا نهار، بس خلاص يا امينة اديله اي حاجة بس كده، قدره يعني. قدرناه، خد بس، خد قدرناه، قدره يلا ماركو بقى، قدره دي اي حاجة. خد يا عم، هات يا عم، هات دول. كان مزيطني يالا، تعبوناش معاكم تاني على الفاضي، اوعى. ولا من هو القس موسى من قدك يالا؟ ازيك يا ابويا؟ خد عارفه من هو القس موسى؟ ده ابونا موسى، ابونا موسى. خد بقى خلاص بقى، يلا بس يا ماركو عشان عايزين نروح نغير هدومنا عشان عامل لك مفاجأة. يا عم ايه يا عم؟ هننزل نلعب ماتش خطير. مين؟ بقول لك ايه، ماتش حكاية. هنعمل مين؟ اليوفنتوس. البنات. ايه؟ ايه يا جدع؟ ايه يا ماركو؟ يا مالي صعب اعيط، الناس بتقول لي هنلعب. يا عم انا مالي، هم اللي طلبوا. يا ده ما ينفعش يا ده. يا عم خلاص بقى، معلش عايزين نضايقهم. وعايزين نلعب كده قبل ما نلعب، ايه يا جماعة؟ ليه بقى المطبخ؟ يا ده ما ينفعش يا ده. معلش يا عشان خاطرك انت بس. معلش. ده انا جايب حتة كوتش جديد من نايل ستوك. نايل ستوك؟ هو بقى يبيع كوتشيات؟ مش عارف. طب تعالى. ايه ده؟
مش احنا اتفقنا ان احنا لازم نجيب حقنا؟ طب ما نرجع وننام حبه في التكييف وننام كده حبه ونجيب خدادياتنا ونجيب ملاياتنا ونفرش سرايرنا وننام. التكييف جوه، التكييف جوه رهيب رهيب. ها انا مش فاهم في ايه. هو مش احنا اتفقنا ان احنا لازم نتخلص من الهيمنه الذكوريه اللي على اللعبه دي؟ وعلى فكره ده ليه بعد سياسي واقتصادي واجتماعي برضه. جزء من السيطره الذكوريه المتوغله في المجتمع. المت ايه؟ متوغله يعني منتشره وكده. يا جماعة افهموني، احنا عايشين في مجتمع ذكوري سادي، لازم يبقى لينا رأي، نتمنى ان احنا نقدر نعمل الحاجات اللي بيعملوها دي، فاهمني؟ صراع من اجل البقاء. ايوه ايوه ايوه، قولي الحتة دي تاني. صراع من اجل البقاء؟ ايوه هي دي بتاعت ميس منال وديع. منال وديع مين؟ هي كانت بتقول الكلام ده كده. لا 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 لا، انتوا مفيش فايدة فيكوا، محدش فيكوا يفهمني زي فرح. بلاش فرح ده عشان خاطري، عشان البنت دي غالبا كده هي اللي خلتهم يبقوا مجتمع ذكوري. على فكرة كيوت. كيوت ايه يا بنتي دي؟ لو سمعتك بتقوليها بالطريقه دي مش بعيد تبلعك وانت واقفه. على فكره انا كلمتها وهي وافقت تساعدنا. وهتساعدنا ازاي؟ عادي، خليتها تبقى الحكم. حكم؟ بس حلو قوي كده. انا اخش انام لي ربعايه واستكيف كده في التكييف على ما فرج ده يكون جه كلكم وكلهم هم كمان وريحنا انا منكم كلكم. طب ما انا حرام يعني لابسين وبتاع عشان في الاخر نلعب شويه بنات. يا جدع ايه؟ طب بص انا احكي لك يا عم، ركز معايا. هم يحطوا الكوره في النص وكله يجي حوالين الكوره ويجروا كلهم على الكوره وتلاقي بنت تعمل لك ما تعرفش ليه بس هي بتعمل لك كده وكله بقى يشوط نفس الكوره. خد بالك يا ماركو، احنا لازم نحترم الخصم. يا جدع نحترم مين؟ بقول لك ايه، انا عايزك تخش تكسر الاول في الثاني في الثاني وكسر يا زميلي. انا معاك. تفتكر هيأثر؟ يا عم دول شوية بنات، أنا عارف هما مالهم مال الألعاب العنيفة دي، اللعبة دي محتاجة رجالة. محتاجة رجالة. أعمل إيه؟ ما تتحركش، هتفتكرك ميت هتسيبك. إزيك يا فرح؟ إزيك أنت يا مرة؟ خد قبل ولا بعد ما شفتي؟ ارجع. لا ارجع على تكتك. خلاص يلا يلا نبدأ الماتش. ماتش إيه حضرتك؟ ماتش إيه؟ إحنا ناقصين واحد. لا مش اي واحد، ده صاحب الكوره. يا عم صاحب الكوره بروتوكول. بص يا ماجد، يا ماجد يا ميجو، هيا يا ماجد. Stop the music!